شيء جاء الرمل. اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المونتاج الجديد من مدينه الدار البيضاء. جينا نشوفوا الاثمنه ديال الدجاج كي صبحت اليوم. اليوم صبحه 20 درهم الكيلو، وصلين درهم راه غالي بزاف، الثمن طالع بزاف 20 درهم. هذه الاثمنه ديال الدجاج الرومي في الصباح، والكروازي داير 14 درهم، و البلدي 70 درهم، كوكلي 16 درهم. كاين الثمن في هذا الصباح، يعني الرومي غالي بهذا الثمن، راه تاخذ غير جوج جونس تاخذ بواحد 50 درهم، 55 درهم. يعني الدجاج غالي، ما باش يطيح، كنا كنقولوا غيطيح واحد شويه غيبدا يطيح، مره يوصل 17 درهم 17 ونص، مره يطلع عاوتاني 20 درهم. كاع الحاجه اللي ما فيهاش المراقبه هذه ما الاسعار ديالها، وخلي على المراقبه في هذا الداد ديما الاسعار بعضها. هذو هما الأثمنة ديال الدجاج في هذا الصباح.